في ناس بتبقى فاكرة إن لما بتحرق الدهون بتستخدم كطاقة في التمرين أو في أي مجهود، أو الدهون بتسيب الجسم عن طريق البول أو العرق، أو الدهون بتتحول لعضلات. خلينا نشوف إيه الصح من الكلام اللي فات ده. الجسم بيخزن الدهون في هيئة خلايا دهنية، ودي بيبقى حجمها صغير جدا، بتبقى من 0.6 ل 0.9 مايكروجرام. عدد الخلايا طبعا اللي موجودة في الجسم دي بيبقى بالملايين بما ان حجمها صغير كده، ودي بتبقى موجودة وانت صغير، بس الحياة بتزيد حجمها او عددها. انما امتى بقى يزيد العدد بتاعها؟ يا اما في نهاية الطفولة وبداية المراهقة، او في فترة الحمل، او فترة البلوغ لو الواحد وزنه زاد قوي. طبعا في ناس وراثيا يعني بيبقى عندهم عدد اكبر من الخلايا الدهنية دي من الناس التانية، ومعروف طبعا ان الستات بيبقى عندهم العدد اكتر من الرجالة. الخلايا الدهنية دي عاملة زي خزانات الطاقة، بيزيد حجمهم او يقل حسب الاكل والمجهود. بمعنى ان انت لما بتخس الحقيقة انت مش بتفقد الخلايا الدهنية، انت بتفضي الخلايا الدهنية من الدهون اللي فيها. في بقى دراسة اتنشرت في البريتش ميديكال جورنال سنة 2014، ودي بتوضح لنا حاجة مهمة جدا. كلنا عارفين ان الزيادة من الكربوهيدرات او البروتين بيتحول لنوع من الدهون اسمه ترايجليسرايدز، او اللي هي الدهون الثلاثية. مع التمرين الجسم بيحرق الترايجليسرايدز دي وبيحولها لطاقة. طيب الباحثين بقى في الدراسة دي لقوا ان الدهون اللي بتتحرق دي بتطلع من الجسم في هيئة حاجتين: كربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون، وده عن طريق التنفس، وعن طريق H2O اللي هي المية، عن طريق العرق والبول. ويا ريت يا جماعه لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يكتب لي في الكومنتات تحت، او يبعت لي على صفحه الفيسبوك، وان شاء الله هرد عليه. وسلام عليكم.